بسم الله بدينا والنبي صلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعطيكم القبول محبة الرسول، يا ربي تشفي كل مريض. مع بعضنا ندعيه للمرضى يا ناس، راهو فما برشا ناس مرضى برشا، فما تجيهم خفافة ولله الحمد، كما زوجي معناها النهارين مريض مستبرد وكل، والحمد لله يعني غلفته وشريت دواء أحسن شوي الحمد لله، لكن فما ما تلومونيش على القطوس ذاك اللي غلب هكا هبط ما عندوش شعر هو حسيل. فما ناس مرضى برشا، يرحم والديكم ادعيوهم بالخير، يتألمون ولا يتكلمون، رب الوحيد اللي يعلم بيهم. ادعيوا للناس اللي تعرفوهم، الناس اللي ما تعرفوهمش بلسان الغيب راهو الدعاء مقبول. حسيل واش نقول لكم، فعلا والله العظيم شيء يحزن بالنسبه لمرضى الشتاء السنة، حاجه كبيره برشا. الحمد لله ربي يعينهم وزيد مصاريف ودويات وكل شيء، معناه حاجه ما فماش رحمه، فماش رحمه، كل شيء غالي وكل شيء. الله يعينهم ان شاء الله وربي يشفيهم، ويقوموا الام تقوم لبس عليه لوليداتها، والبو يقوم لبس عليه، وكان عنده صغيرات ان شاء الله يقوموا زاد لبس عليهم، وربي ينجحهم وان شاء الله العام يتعدى على خير، ربي مازال فيه، ويدخلوا على عام مبارك سعيد يا رب العالمين، على الامه الاسلاميه وعلى تونس وعلى كل البلدان العربيه. اليوم كما شفتوا عندي شويه كردون جابه لي نوردي المره فاتت، زدت كمل عليه ربطه سلق وربطه معدنوس. الحقيقه انا من حبيت نقص وحدي، لكن نوردي خلط عليه خاطر البارح غسلت صابون شفتوني نشرته. المشكله هو عاوني في صبان الماء في الغساله، تعرف انا باليد يعني غسالتي من النوع القديم، لكن وقت اللي يتغسلوا ونحيهم من الغساله باش نحط نمشي نشللهم ونعاود نرجعهم يقطروا، فيبدو رزان على الاخر بالماء باللي نحاول نقص، وانا نحب نكمل فيه ساعات تلقاني نهز بزايد شويه ساعات في الصال. الحقيقه انا المعوجه، وحتى لو كان حزيت كيلو بركه باش يوجعوني. فصبحت الصباح لا نوريكم مش نقول لك، يدي صوابعي كل ما هكا يوجع فيا، فما الم هكا يعرفوا جماعه الروماتيزم يعرفوا الكلام هذا، لكن انا غالب باش نعمل تو قول اش نعمل تو قولوا لي رد بالك ماما على روحك، ما عنديش ذاك هو شكون باش يعاوني. انا في داري في سليمان مازلت ما شريتش ماكينه، والله برغم اولادي يعاركوا فيا باش نشري ماكينه مجدوده ذوما اللي تغسل وحدها وتشلل وتنشر، تبقى لي كان على الشيح عندنا شرانه ذاك سهله برشا. اما علينا خلينا نرجع، حسي المهم راجلي بحذايا الحمد لله هاو يعاوني، وقت نتلز ونوصل توس نوصلها الحق يدخل ويعاوني. هنا وريته كيفاش يقص الكردون، هنا باش نقصوه ونحطو نحطو طبعا في الماء باش نغليه في الماء باش يتنحى منه كل المراره، باش كنطيبو في مرقه الخضره صافا معناه يبدا باهي. المهم ليل محمد رسول الله، هنا يقص لي في المعدنوس وبعد باش يقص لي السلق. كمل قصلي البصل وطبيعة الحال باش نمشي نغسلهم قبل ما نتعدى، وانا ما ننساش الطاوله نتاع العمل الرخامه نغسلها على كرمال، تعرف معبي بالكرمال والقزه نتاع المعدنوس والسلق. هنا حطيت الماء والكرذون باش طبعا بعد ما شللته مرتين ثلاثه وحطيته يتسمط، وهنا عندي اللحم شويه لحم وعندي شويه حمص هذاك راه طايب من قبل، حطيت عليه الثوم وتابلو كروي مهرس. وهنا حبيت نوريكم الميكروويف نتاعي جديده، خديتها ما استعملتهاش اليوم برك ونخرجناها من الكهرباء، خرجها لي جابها لي خاطر زين عليا ما نجمش نطلعها. المهم مازلت ما استعملتهاش، نرجعوا له طيرنا به لهنا. نحط البصل الجوي اللي قصيت، وحطيت الطماطم، حطيت الزيت به توا، حطيت الطماطم الحقيقه باش نحط شويه كركم اللي فما باهي، الملح باش نحط المره هذه علاش، على خاطر ما حطيتش طماطم شيحه اتس اناف والله العظيم يزي فيه البركه، كل مره نحط طماطم شريحه يعني بصراحه على راجلي تطلع مهما نقصت تجي هكا ساعات نبدا ديما خايفه، مش نقصت الحقيقه مش حصلتني اول مره، لكن بعد ما عشت محصلتني باهي
شنو هذا كمون ما نستحقلوش. المهم حطيت الزيت وفي شوف ايش حطيت، حطيت في الزيت وفلفل فلفل احمر فلفل زينه يعني مثماش عندي الهيس العربي، وحطيت بصل وحطيت زيت وحطيت الحمص راهو عندي طايب من قبل. وطاب باش نحط فلفل لكن على الاقل ما نجمش نستغنى عن الفلفل لكن نور الدين مريض معطو زيد هو مستبرد نهارين قلت لكم كل شيء وما نزيدش نكمل عليه انا بالمعده. ومرته تخوضها تعرفوها بنينه برشا بالسلق والكاردون يتهبل تجي. تو انا بفوحته كل شيء بالبيرت شويه لحم عندي باش نعمل مرقة خضرة، كردون من الثانية هذوما ليا، أكيد هذوما من الثواني، لكن أنا نحكي على الأقل كردون جابهولي نور الدين من الثانية تاع صاحبه. باهي توا باش نعمل أنا وعملت إي ريتوني عملت الثوم وال وتابلو كاوي. باهي باش نشعل الغاز نحاول باش نشد كل شيء بزوز يدين. لما حالة الثابل هذي برشا خلي نفك عليه منهم. ايوا ساعات واحد ينسى الغاز انا ومنهم يشعلوا تشرب ينوب علينا ويتوب علينا مع التعب. سي انا باش نحط هذايا اللحم والحمص والفحات فيهم شويه ماء خاطر وقت اللي موضت الثوم وتابلو كاوي هذايا مغسوله حضر بيش شفتوها كل شيء عمك نور الدين قصها جويدة وقتها به هذا يتسم كابلو يتسمط وبعد نحطو هو الخضرة فرد واحد خليتي باللحم ساعة هو الواحد يلزمني نطيب حاجة اللي هو ما تتعبوش في معطو خاطر حرام عليا انه خاطر انا نحب الحار ونحب الموزوز والمفلفل وال إذا كان ما تكفينيش نزيد نقلي قرون حارين وبعديك هو مسكين يعني ما يكلش منها برشا. هذاك علاش انا نقول في الكلام هذا يا خاطر برشا يشوفوا ماكلتي تحسها ثيعش احنا نقولوا بالتونسي يعني يا ما ناقص فيح يا ما ناقص حموره. لكن انا نقول هذاك هو ماكلتي انا راني نطيب فيها بطريقه صحيحه والطريقه هذه راي انا مش ناكلها ونور الدين ماهوش انتوما انتوما تنجموا تزودوا الفلفل الشيح والفلفل الاحمر فلفل زينه القرون الحارين تجيبوا البقلوت ياكل حار تشقه وترميه خلي تتحرح اكثر تحط حتى اي ترار زيت انت حره انت حره كل وحده حره في طنجرتها. انا هذيك طنجرتي انا براود فخوره بروحي لان نساعد في راجلي وما نعملش بالرغم انا نضحي يعني انا نموت عليك نقول لكم راني روحي وعقلي الحار ما تصدقوش ما تصدقوش قديش ناكل حار وبشوي بشوي بديت نقص 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 ولكن توا شوفوا كيما اليوم ما حطيت حتى شيء وما عنديش فلفل اخضر برلا معصوب باك الحار هذاك البقلوت اللي عندي فلفل عادي ومسك يعني ماهوش حار حتى نور الدين نجم ياكلو باش نحطو باش نشقو ونحطو في المرقة هكا هو. حبيت باش ما نزيدش نعلق اكثر على حكايه تاع كنت طيب هكا ولو انه ديما تجيني تعليقات جديده كاين مش يتفرجوا فما برشا ناس تدخل جدد ولا فما يتفرجوا فيه لكن يعديوا الفيديو حسين فك علينا من هالكلام هذايا. نحبكم برشا ما تنسوناش من الدعاء يرحم والديكم طو حتى نور الدين هكا مرضلي ربي يستر ان شاء الله. ادعيوا لنا دعوه خير للناس المرضى لينا نور الدين للنساء اللي قلت لكم عليهم للناس كل فما برشا مرضى دعوا لهم بربي باش يفرج عليهم وبربي بربي من قلوبكم ما تنسونيش صلاه الفجر دعوا لهم دعوه دعوات الشفاء يا رب العالمين راهم والله في يعني مرضى بالكدا بالكدا يستحقوا دعوات فما ناس ما نعرفوهمش فما مرضى يتالمون ولا يتكلمون لا حدا يعرف بهم الا ربي سبحانه وتعالى. كثروا من الدعاء يعيشكم كثروا ربي يقبل الدعاء الغيب بلسان الغير ربي يقبل ان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتكم مش حاجه بلاش راهو ربي يجعله في ميزان حسناتكم. الطماطم الشريحه والفلفل الاحمر اللي عندي والله عملته لي هاجر تاع خديجه حار خاطر نخفي له روحي لكن تاع هاجر عملته لي خصيصا ماهوش حار اكل فلفل الهرس العربي مش حاجه
فهمت؟ لكن انا غالب حاسين ولا تو باش والله اللي عندي يا ما نروح بيهم لكندا ولا نعطيهم نجيبه طماطم الشريحه وال والفلفل الاحمر. انا فلفل طبعا الهجس العربي وصيتها خديها هاجر باش تعمل لي 3 كيلو خاطر خدوجه مريضه ربي يشفيها. عملت باش تعمل لي 3 كيلو باش نهزو معايا صوري تحب عليه باش نهزو طبعا منت العام هذاك هو يعجبنيش حاسين. اذا نهزو النجيبه ولا كيفاش نعمل حاسين من زيد بكري مش يجيب في الماء جايب الماء هذيك هي احنا توا في التوانسه الكل الماء لازم منه هكا هو ربي معك يعطيك الصحه. حط فيه بلاص حطوا لهنيش حبيبتي خليها تيب على روحها باهي لهنا تصمت نص سنتا تنحت المرارة نتاعو مش نص سنتا تنحت المرارة نتاعو الكرذون توا باش نضيفوا لك المرقة نتاع اللحم والحمص وطبعا باش نضيف ايضا الخضرة الاخرى. جبت لوش معايا باش نصفي طبعا من غير ماء على خاطر كان نحط فيه المراد تجي فيه المرارة ما نسحقوش للماء نتاعو بخلاف يبداش فيه تراب ولا حاجة بالرغم غسلته بالكدا انا لكن شكون يعرف سبحان الله. التغلية تنحي ما تنحي كي يبدا واحد يغلي في حاجة. المهم نحيت عملت الكرتون المصموت صفيته ورميته ومن بعد باش نجيب السلق نتاعنا ومن بعد ما تغسل وتصفى هو والمعدنوس وباش نصبو نضيف لك المرقة هذيك طبعا الطنجرة صغيرة تو تشوفوا كيفاش يمكن تكون معدنوس والسلق أكثر من الطنجرة لكن بعد ذوب وانتم تعرفوا مرقة الخضرة قديش تكون كل مرقة الخضرة كل خبيزة كي أي فيها حاجة فيها السلق ومعدنوس تكون مكون بعدك يذوبوا كله معاش يقعد لك في الطنجرة ولذا أنا باش نحطه الكله خاطر ما نصورش برشا ربطة ربطة من جهتين باش نعملو كيك ومن غير ما نحرك باش نغطيه ونخليه توم بعد نرجع ونشوفوه كيفاش ولا ومن بعد نتعدى عاد نشوف الماعون المسخ اللي طاح لي نغسلو باش من بعد ما تحوسليش الكوجينه بالماعون المسخ خاطر عندي ما نعمل العشيه. نرجع لهنا نشوف شفتوها كيفاش الخضره ذابت وحدها تهبط بكل خاطر ما بقى فيها حتى شيء مرقه خضره قد ما تكثر خاصه اللي عندها عيله معروفه هذه الناس كل تعرف على كل حال. وقرت الماء نتاعها خليتها غطيتها خليت تكمل وخل شيخو معاكم شويه على القطوس الصفر هذا نردي ريقته كمريض مغلف وشرب الدواء. انا حاسه في الكوجينه بالرغم يدي توجع فيش باش نعمل قلت خليني نضحك روحي ونفرهد روحي بالقطوس شوف شعملت خليت لكم تاع الباك تاع الميكروويف هذاك ميكرووند باش تفهموا اكثر بالفرنسي. المهم خليت هيلو وعملت له فيها كالنقبه هذيك كالباب عامل جو مسكين صغير وما عنده مع شكون يلعب وما عندوش قطاطس وما عندوش حتى يخرج شوي يرجع يجري يسخف مسيك الواحد وشوف واش عامل عليها جو مش نقول لك القطوس الصغير راهو يحب الحاجه هكا نتاع الكراضن الصغار مش يحبوا الكراضن يتحشاو فيها ويبدو يلعبوا عسيل وخليته يلعب. على كل حال نخليه يلعب حتى هو مريض في بالك من غدوه والله العظيم غدوه باذن الله نزلوا الطبيب زاد هو اليوم صباح هو نهارات كل عنده عطسه وشينالو الدواء من الفارماسي في بين ارتاح 6 ايام شويه ما فادتوش السيروم اللي عطاهو الفارماسي ما فادتوش باقي يعطس ويكح اليوم الصباح صدر نحس فيه بخي يخرخش مسيكل والله غدو حيز من نشوف تشوف الطبيب مش باش نهزو الفارماسي نعطيه الدواء كل مره فات ليله باش نهزو للطبيب مسيكل باش قبل ما نروح قبل ما نمشي انا راس شهر الوليدات يبدا من مرتاحه على الاقل او نعطيه اللبنه ولا نعطيه شكون باش يمشي باش يكون باش يشد وعنده يبدا مرتاح ومش مريض يبدا لبس عليه شكون باش يهزولك للطبيب ويخسر عليه وحال حاسيلو. هنا رجعت طبعا نكمل في قضيه الاخرانيه الكوجينه هذاك هو اللي حد عملت نغسل في الماعون بطبيعه الحال اللي تيح هذه الحقيقه نتاع الصباح ونتاع البارح في الليل مش نتاع مش نتاع اليوم بركه. البارحه روحنا مخر كنا نطلعوا على الجماعه مرضى وكل ربي يشفيهم ان شاء الله ويشفي كل مريض يا رب يتفرج عليهم ولا توريهم شر ولا توريهم سوء يا رب ولا تحرم عائله من عزيزة على قلبه يا الله يا رب العالمين. الحمد لله على كل حال يا رب العالمين نشفيهم يا ربي عسيلو. انا باش نكمل نغسل مش باش نوريه لكم الكل خاطر باش نغسل البركه شويه مع نظومه ونمشي نتفقد طبعا اكيد مرقه الخضره
نرمي لها شويه الفلفل الجرون، الفلفل ماهمش حارين، غسلته الحقيقه، لقيت شعر الراس نتاعو شويه ما يوزوز، وليت نحيت له هذاك يا محمد رسول الله، ولا واحد الوقت ولا بيلو مشغوب، حسيت نحيت له الزريعه، نحيت له الزريعه نتاعو ورميته هكاك، غسلته باش ما ينقص الحرور نتاعو، اوكي يوزوز شويه توزيزه صغيره على الاخر كاو، باش نطفي عليها ونخليها نرجع لهم بعد. هكا نظمت الكوجين الحمد لله، ركحت الامور، معوني مغسول، نور الدين راقد، المرقه هكا طايبه، باش نمشي نعمل طله على القطوس نتاعي نشوف واش عامل، خاطر قبيله يعني خليته يلعب فك البوكس نتاع الميكروويف كاو، باش نغطي عاد على تنيجرتي، مانيش باش نحط على خاطر نور الدين مليد، الله اعلم قداش باش يقوم النوم، وبعد باش نفطر مع بعضنا. فاللي ذا كملت هنا، ان شاء الله يعجبكم الفيديو نتاعنا، ما تنسونيش من الدعاء ان شاء الله لكل مرضى المسلمين، ربي ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم. هنا قطوسي بعد ما لعب هاكم تشوفوه قاعد لهنا ونخدم راقد مش قاعد حاسيلو. دمتم في رعاية الله، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.